بعيدك انت بالك طويل ورايق و... الحمد لله رح افوت الجنة بدون حساب. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. يا جماعة الخير يعني وعدناها كتير، وعدناها كتير كتير كتير، بس يا ظروفنا أو ظروف غيرنا ما عم تخلينا. أهلا وسهلا فيكم. ولاء. ايه ولاء دانيال، اهلا وسهلا فيكي. شلون نشاطك بالسنيورت؟ هلا انا عندي مركز تعليمي تاهيلي ثقافي، تمام؟ نحن بندرب الاطفال باكثر من مجال، ومن حتى بنساعدهم الدخول على المدارس التركيه. وفي عندنا نشاطات كثيره، من نوادي واعمال يدويه وشغلات كثيره، تمام؟ يعني اذا اجينا نحن بنكسب شيء، يعني نسجل شيء، بتربح كثير، بتربح كثير معنا جوائز ويتبع ويتبع. جمهوركم قوي الحمد لله. الحمد لله عنا صدى منيح نحن بأسنيورت. يعني انت مجرد ما تقول سوا نبني، هو عم يقدم انجازات كبيره بنقدر نقولها باسعار جدا رمزيه. يعني لو قال لك الاسعار بتضحك فيها انت، بس يعني بيقدم مثل مدرسه الانترناشونال على التمام، ما بيفرق شيء. يعني الناس اللي يوصلوا لكم ليتواصلوا معكم كيف؟ بس بيكتبوا يعني في موقع، في صفحه، في ويب سايت، وفي عندنا الاهم من هيك صفحه على الفيس اللي هي مركز سوا نبني. ويعني في اكثر من وسيله، في عندنا الواتساب، في عندنا جروبات كثيره، في كثير مجالات لحتى يقدروا يتواصلوا. كانت بالتدريس وإلى نشاطاتها وكذا، ومن سنة ما عرفنا شو صار. هلأ أنت شو في شيء أخبار غير؟ هلأ نحن عم نعمل بشيء جديد، رح نفتح فرع جديد. أيدي الجملة. رح نفتح فرع جديد إن شاء الله، إن شاء الله بباشاك شهير رح يكون فرع قوي ومتمكن كمان، يعني بده يكون متطور كتير كتير. يعني نحن إذا بدينا بنبذة صغيرة من إسنيور رح تكون هنيك على أوزع إن شاء الله، عم نهيئ لها. قالت لي مرة بدي اشتغل مذيعة وساوي برنامج وضارب عليك. ما عم بقدر. إيه؟ ما عم بقدر. حاولي. طيب طب اعطيني فرصة. اعطيني فرصة، اعطيني طاقة هيك نافذة اطلع منها. والله بتساوي احلى برنامج انت. ايه، وبنعمل لايك وشير. ايه هي هي، بنكسب نحن. ايه لك صفقة تجارية كمان، بنخرب بيت جوجل. كبروا اولادك؟ مو كبروا اولادك؟ اولادي، ايه لا اولادي كبار، ما انا اصغر واحد 4 سنين. ايه لك، وجاي بيبي على الطريق كمان. مع زوجك كيف عم تتعبيه بالحكي بالشغل لك انا لو عم بتعبه ما كان ترك الشغل واشتغل معي هلا، يعني هو اللي عم يتعبني. الله يحمي، الله يحمي. ايه احكي معه، قولي له يعني ادمي له اعتراف هيك قدام العالم انه انا ما قصدي انه اتعبك. لك انه ما قصدي اتعبه، بس يعني هو اللي اختار يتحمل النتيجه للنهايه. هي هي. اهلا وسهلا فيكي ولا، وشكرا لك ويعطيك العافيه. فرصه سعيده، وانا كثير 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 يعني حابه لو انت تشاركنا بفعاليات بسيطه هيك باسنيور. جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا اهلا. عملت لقاء مع جدي سعيد الخطيب. إيه؟ وقتها قلت له حاج سعيد انت ليش بدمك مبتسم؟ قال لك اذا ما ضحك على الدنيا بتضحك عليك. هلا بتذكرها. اي والله. قديش كان عمرك وقتها؟ انا كان عمري شيء 13 14 سنه. الله يعطيك العافيه. نشاطك يعني ملحوظ البركه، ودائما يعني موجود انت، والفرق هون شوي عم تنشط يعني، بس ما في ديناميكيه، ما في ترتيب. ما والله الحمد لله، يعني نحن صرنا 3 سنين اسسنا فرقتنا شام شريف، والحمد لله عم نقدم التراث الدمشقي الاصيل، عم نحيي افراح السوريين، عم نحيي مناسباتهم جميعا، وفي كثير الحمد لله عم بيشتغلوا، ونسال الله ان نكون نحن من الافضل ان شاء الله. الحمد لله. هو تنافس حلو، ويعني موضوع الانشاد الديني كمان يعني منعش، بتحس انه ماده كثير ظريفه، ان كان بالمناسبات، ان كان يعني بالافراح والاتراح. نعم. فالصوت بيجي بيهدي وانت عندك خبره والصوت. الله يديمك. سبحان الله، هو بلدنا سوريا التدين فطره عندهم، فلذلك كان كل مناسباتنا في انشاد ديني، كان واحد اشترى بيت، اشترى سياره، فتح محل، دائما مرتبط بالانشاد الديني، والفرق كثير كبيره، وللامانه سوريا صدرت للعالم الفرق الانشاد كما وكيفا. عندنا بفضل الله من افضل الاصوات وكذلك من اكثر الفرق بالعالم. الحمد لله رب العالمين. هلا لو الفرقة ما اشتغلت بدي خليك تقول شغلة. الله ربي يديمك. خليلي خير وقت ان شاء الله. حياتك زكي. ان شاء الله. على راسي. نعم. يا رب ان شاء الله.
يعطيك العافية. أهلا وسهلا مرحبا بخير. إن شاء الله بخير. شلون أحوالك؟ والله الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. حلوة اليوم المناسبة. حلوة بوجودكم يا سيدي. نشاط يعني الواحد بيفرح من قلبه بنفس الوقت يعني بغص. بس شو بده يساوي الواحد يعني رغم الألم نزرع الأمل إن شاء الله. دكتور مصطفى حمد أغلو هو رئيس الجالية السورية في اسطنبول. ما هيك؟ نعم هيك بيقولوا. ما فينا نقول تركيا. لا. لا نعم هي تجربة. اللي ينجح في اسطنبول واللي ينجح في اسطنبول ينجح في تركيا. هون هي تركيا هيك. هي تجربة وهي صعبة شوي. نعم. وبتعرف السوريين وعقلهم وتركيبتهم وكيف تلمهم وكيف. نعم. في غاية والله أنا فخور صراحة لأنه أنتمي إلى الشعب السوري. وأنا أقول رغم كل ما يقال أن الشعب السوري شعب شغيل وشعب معطاء ورغم كل اللي صار لا يزال هو قادر على أن يبني. لكن يحتاج إلى من يستطيع أن يمثله ويستطيع أن يقوده إدارة. ويكون نموذج له. بيكون صادق معه بالأفعال لا الأقوال. يا سلام عليك. هلأ بياخذ الواحد منه كتير يعني. هو السوري بيقول لك بس بعرف أنا وين تعبي بيروح. أنا بيجي يعني هنين هون السؤال دائما السوري. نعم. بيسأل إذا بدي يتبرع مصاري للجمعية. نعم. دي يعرف وين بتروح. بس إذا بيتك إيه هذا الشيء صحيح. خلال الأربع خمسة أشهر أنت أكيد صار عندك يعني وجهة نظر تانية. نعم. شو لازم نساوي لحتى تضبط الجالية وتصير بخدمة المواطنين السوريين؟ أولا نحن لازم نعرف ما هي الجالية. لماذا الجالية؟ فكرة الجالية. لذلك أنا قلت الجالية ليست نقابة وليست وزارة وليست سفارة وليست جمعية خيرية. الجالية هي من يمثل السوريين ومن يدافع عن حقوق السوريين ومن يحاول أن يساعد الدولة المضيفة على إيجاد الحل الأنسب لمشاكل السوريين. هذا يحتاج إلى أن نكون مهنيين، نكون حرفيين، نكون نظرتنا واسعة ونكون نملك المعلومة ونملك إعطاء القرار والحل الأمثل للدولة المضيفة. بحاجة لدعم مادي مثل ما بيقولوا. في ناس بيقولوا أنه الجالية إذا ما فيها دعم مادي كيف بدها تقدم خدمة؟ هون السؤال يعني أنه الجالية بتقدم خدمة يعني هي علاقتها ما بين الدولة المضيفة وما بين بس يعني إذا ما كان في شيء يعني بيقولوا يعني دعم مادي ما فيها لا تجتمع لا تقعد لا يكون عندها مقر يكون عندها. صحيح. شخصيا يعني أقول أنه الدعم المادي هو يأتي بالدرجة الثانية. الدعم المعنوي والدعم الحقيقي عندما يكون هناك تكاتف عندما يكون تواصل عندما يكون هناك دعم لمن يقوم بهذا العمل. هذا أولا. هذا الدعم النفسي الدعم المعنوي هو الأساس. ويأتي الدعم المادي يأتي عندما تكون ثقة عند الناس الذين تريد أن تمثلهم. أنا برأيي أن الدعم سهل جدا جدا. لكن إذا كان يعني الشخص لم يقتنع بهؤلاء الممثلين أو بهذه الفكرة فإن الدعم المادي لا يأتي. أنا طبيب وعندما أقول للمريض أنه أنت يعني لم يبقى بك شيئا وهو يعاني من الألم فأنا ما حللت له أمرا. يعني عندما يقتنع عندما يشعر المريض أنه تعافى من الألم تكون هناك ثقة بالطبيب وهذا هو واقع الجالية. هلا في أشياء كثير حكيت أنه الجالية ما عملت الجالية ساوت الجالية كذا. إذا أخذنا موضوع النظام الداخلي يعني هنا بيقول لك النظام الداخلي يعني كان بده نقاش أكثر. في فكرة أنه أنا مع أنه أن يكون نظام داخلي رشيق سهل يوائم الواقع الذي نعيشه. لذلك أنا لست مع الأنظمة المعقدة. اليوم تركيا وأنا أعيش في تركيا من 35 سنة أكبر ما قامت به هذه الحكومة هي تغيير الأنظمة رشاق اليوم وهي مقدمة على نظام رئاسي من أجل حلحلة والابتعاد عن هذه البيروقراطية والأنظمة التي تعرقلنا. إذا أضعنا أنفسنا إذا ضعنا بين المصطلحات والمهام والصلاحيات فلن ننجز أبدا شيئا. نريد أن نكون ننجز نريد الأفعال لا الأقوال. أنا هذا مبدأي. شكرا دكتور. شكرا موفق إن شاء الله. شكرا لكم. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. شكرا. الله يسلمك. انت صورتي؟ ايوه بعتها لحماته قالت رجعوا صوروا كمان. يعني مرة تانية بدنا نصور؟ ايه تاني مرة شفنا؟ لأمه؟ ما هي؟ أمي حماتة أمي هيك هلا رح نشتغل؟ بنتك؟ بنتك الله يسلمهم يا رب. أنت بعيدك أنت بالك طويل ورايق و الحمد لله رح أفوت الجنة بدون حساب. مطول باله كتير مطول باله ليش؟ لا عم أرجيك إنه أنا تعلمت طولة البال منك. أمراضي حماتي. طيب ليش هيك أبوك يعني بينغم وبيسمع أمك و طبع هيك دلال يعني؟ يعني هيك مين مدلل أمك ولا أبوك؟ لا بابا هو اللي مدلل.
كل شيء بده اياه موجود وكله يعني شو اللي ناقص حتى حد يقول انت مدلل وانت ولا شيء ولا شيء انت ما بتدلل كثير لك هلا على الميكروفون ما عاد بدي احكي لانه اعترافات على انو قناه نحن نحن على قناه الاسره السعيده الله يسعدكم يا رب اهلا وسهلا فيك الله يجزيكم الخير ويعطيك العافيه والله نحن اللي بنتشرف انا مبسوطين انه كل مره هيك عم نلتقي فيه على راسي والله الي يعني الشرف انه المره لازم الثالثه ثابته عندنا بالبيت ان شاء الله ان شاء الله اهلا نحن موجودين معكم وين ما بتكون ان شاء الله شكرا لكم احنا بسلطان غازي حلوه كثير عاملين الاقصى مجسمات للاقصى والسوريين وهون كل الاتراك والله الزياره حلوه هون كثير ان شاء الله شو اشتغلت هون بتركيا ترجمه مريحة مريحة أدراني ترجم لكل السوريين ما تركي سوري بلاش 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 لك ليه والله بلاش هو تركماني أصلاً بلاش يعني هو عم يساعد لا هي عمل خير أكثر ولا شيء يعني بنزعج لما بشوف واحد ترجمة يعني وقت الواحد يكون حريص عليها وأمين يعني بتفيد بالضبط أما أي خربطة بتلبك لا أنا بترجم الموضوع ما بترجم ببغاء حرفياً عرفت كيف؟ كثير منيح يعني مشان يوصل يعني إيه وإن شاء الله هيك بنلتقي وهيك بنتدرب إن شاء الله على راسي والله شكراً لك سيد شكراً شكراً جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم